النعيم الحقيقي مع الله، لا يشعر بهذا الأنس يا إخواني وبهذه اللذة وبهذا النعيم. خلي بالك من كلام الغالي ده، إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. لا يشعر لذة القدس بالله إلا من خرج من ضيق الجهل، للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. الذين لا يعرفون الله، لا يعرفون جلاله وجماله وكماله، لا يعرفونه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إن الله لا ينام، الله، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. تعرف على الله وجدد الإيمان في قلبك بالله، وهذا لا يكون أبدا إلا بالإقبال على الله، إلا بالطاعة، إلا بالمحافظة على الفرائض والنوافل. وإن زلت قدمك في بؤرة معصية فأنت بشر، أنت لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا. ارفع قدمك واغسل ثيابك بدموع التوبة والأوبة والندم، وأقبل على الله وأنت على يقين أنه جل وعلا سيفرح بتوبتك إليه وأوبتك في أي ساعة من ليل أو نهار. أنا إن تبت مناني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحسنت جازاني، وإن أسأت عافاني، إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. إلجأ إلي، لن تنعم أبدا بالرضا مع المال أو المنصب أو الجاه، لن تنعم بنعمة الرضا ولذة الأنس إلا مع الله. فأقبل عليه سبحانه وتب إليه، وانصر دينه، وانصر نبيك صلى الله عليه وسلم، واعلم علم اليقين أن دنياك مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، مع أن الإيمان، مع أن العمل الصالح من الإيمان، لأننا نخرج العمل من مسمى الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحياة الطيبة هي القناعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة هي السعادة. قال الحسن البصري رحمه الله: الحياة الطيبة هي نعيم الجنة في الآخرة. انظر كيف جمع الله لأهل الإيمان والعمل الصالح نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان والعمل الصالح.
وأن يحيينا حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة كريمة، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يصبر نساءنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يزكي نفوسنا. نسأل الله أن ينزل عليكم في تونس من رحماته، وأن يستخرج لكم في تونس من بركاته. نسأل الله أن يحفظ عليكم أمنكم وأمانكم ورخاءكم واستقراركم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على أهل هذا البيت من رحماتك، وأنزل على أهل هذا المجلس من رحماتك، ولا تردنا الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا.